مرحبا بمتابعي قناة دنيا المعلومة في لغز جديد. يقول هذا اللغز: إذا كان في الكوب نقطة فكم نقطة بالدلو؟ ندعوكم اشتراك بالقناة، الإعجاب بالفيديو وترك لنا تعليقاتكم حول هذا اللغز، وهل الإجابة التي سنشارك معكم إجابة صحيحة، وهل كنتم فعلا تعرفون هذه الإجابة؟ والإجابة الصحيحة طبعا بعد أن نشرحها لكم هي صفر، أي لا يوجد فيه دلو، لأن كلمة دلو لا تتوفر على نقط بخلاف كوب تتوفر على نقطة في الباء.